الحمد لله. في الحقيقة ما كانش مشاكل، كانت أشياء اللي لازم كنا نتكلموا فيها، واليوم تكلمنا فيها، والحمد لله كل واحد كان واعي بالمسؤولية اللي عنده، وكل واحد يعرف هو العمل اللي لازم يعمل به وبطريقة عادية وأخوية. كانت حاجات اللي كانت شوية غامضة اليوم في البيرو فيدرال وضحناها، وما عندنا حتى مشكل مع رئيس الفيدرالية. حنا عندنا مشكل اللي تهم كل الشعب الجزائري، سي نجاح كرة اليد والفريق الوطني، هذا ما كانش عندنا، ما عندنا حتى أغراض واحدة أخرى. إني أوني بور لا فيدراسيون إي بور لا ديمارش دو بريزيدون. اليوم تحلت كاع المشاكل، اليوم كاع هضرنا عليها وتحلت كاع المشاكل. هضرنا بكل شفافيه، بكل روح، كل واحد قال اللي واش يخمم. وصلنا الحل بلي كون كوا فينالمون تو سكي سي باسي سوني كي دو فو بروبليم او فون تو لوموند دي مانتنون اي ديرير لو بريزيدون. قلنا له رانا معاك نطبعوا كرة الجزائريه. اعضاء اخواننا ثانيك اوني كونسيون دين شوز سي كو دوكا اون بلو لو تون اون بلو لو دو ما عندناش وقت نضيعوه، لازم نتحدوا باش فريق كرة اليد تولي.